خلينا نبدأ بقى أخبارنا يا أحمد مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اللي أعلن سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة والحمد لله تعافيهم التام من فيروس كورونا. وأشار كابتن سيد عبد الحفيظ لأن الثنائي هينتظموا خلاص في التدريبات الجماعية للفريق بداية من بكرة استعدادا لمباراة وادي دجلة يوم الجمعة اللي جاية. وكمان عمرو السولية لاعب وسط الفريق هيجري مسحة طبية جديدة خلال الأيام اللي جاية عشان يحددوا موقفه من العوده للتدريبات الجماعيه للفريق. طبعا بنتمنى له الشفاء هو كمان ويرجع بالف سلامه للتدريبات الجماعيه، وخصوصا مباراه وادي دجله مباراه مهمه جدا، وفريق وادي دجله فريق قوي في الدوري المصري، وبنتمنى ان شاء الله ان احنا نظهر قدامه باداء قوي ونتيجه قويه زي ما شفنا امبارح ان شاء الله مع بدايه سنه جديده. كل سنه طبعا وحضراتكم طيبين، يا رب تكون سنه بالخير والامن والسعاده على كل المصريين بشكل عام وعلى الاهلاويه بشكل خاص. بيتهيالي مع بدايه السنه هنبتدي نستعيد اسماء غابت عن النادي الاهلي بسبب الاصابات من فترات طويله جدا، واولهم الحقيقه قفشه وربيعه، ونتمنى ان شاء الله للعيبه الباقيه الف سلامه. بمناسبه طاهر، الواحد حط ايده على قلبه الحقيقه امبارح اول ما طاهر خرج وحس ان فيه كان واضح كده من البدايات انه في مشكله كبيره، رغم انه ما كانش واضح في الملعب يعني انه في احتكاك عنيف او ان في مشكله كبيره تؤدي لخروج طاهر واستبداله في ماتش الاتحاد، لكن الحقيقه يمكن خصوصا كمان بعد ما اتصف في المباراه الاولى الغرزتين اللي خدهم، يعني الواحد حس ان الراجل بيبتدي مشواره مع الاهلي وفي مشاكل. لكن اطمن حضراتكم، وده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ اللي قال النهارده، ان طاهر ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيرجع ينضم للتدريبات الجماعيه يمكن في خلال 5 ايام، واكد انه الحمد لله هم كان عندهم شك انه اصابه طاهر كسر في احد الضلوع، لكن الحمد لله طاهر عمل اشعه وثبت انه بيعاني بس من كدمه شديده شويه، فان شاء الله باذن الله هيحصل هو على راحه سلبيه النهارده من التدريب الجماعي للفريق، ويبدا من بكره ان شاء الله علاج طبيعي لغايه لما يرجع يشارك في التدريبات الجماعيه في خلال 5 ايام. زي ما قلت لحضراتكم طاهر اعتقد انه ابتدى ينسجم ومستنيين منه ان شاء الله كتير في الفتره اللي جايه.